الزروالي خرج على هاد البنات، الزروالي هو اللي صيفط بوكريشه للحبس. واش نتي حمقه ولا مسطيه ولا بعقلك ولا شنو؟ هاد الفيديو هذا عافاكم بغيتكم تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر باش نشرح لكم. السريعه قبيله اللي كنقول لكم انا هي المدمره ديال هاد العائله هادي، هي سبب الخراب ديال هاد العائله هادي. خرجه قبيله دفعت البنت في اللايف وقالت لها خدمي على راسك، حلي اللايف وغوتي وخدمي. يلا شوفوا دابا الهضره كي دايره، يعني السريعه هي اللي مزيده ومزيده بوكريشه مشى للحبس، دابا مزيده البنت الكبيره كتقول لها خدمي على راسك وكتحاول وفهادشي كله كيحاولوا يطيحوا بالزروالي. هاد الزروالي هاد السيد هذا انا غنهضر بكل غنكون نوتخ معاه ما معاهم. واش هاد السيد هذا اللي كيقول لك خاصنا نعتقلوه وخصو دار وكيدير بالقاصرات وكيحقر القاصرات، دوك الناس المكلخين اللي كيقولوا هكا السريعه السريعه وغراناتها، واش هاد السيد هذا عمرو عير جبد القاصرات وعيرهم؟ خرج كيقول حنا كنتبراو من مساخيط الوالدين فقط، بما انه عنده ميمتو وبما انه عنده واحد الغيره على الامهات قال لك انا كنتبرأ من هاد الناس كيعيروا الام ديالهم. فهو اللي بغيتو تردوه ما مزيانش وكيدير على القاصرات، وانتوما اللي كتاجري بالقاصرات اللي دفعتي البنت وقلتي لها خرجي وخدمي على راسك وكتقولي لها غوتي، انت ما كتخدميش بالقاصرات. هذا نداء لسعاد الا كانت كتفرج، واخا ما كنظنش انها كتفرج، ونداء للناس الكبار يدخلوا هذوك البنات الاب ديالهم اللي هو بوكريشه معتقل بزاف ديال التهم عنده، لان الله يستر مغرقها، وهذوك البنات مهم بقى حياه ترزق وباقي القاصرات، فهما راه ماشي في ايدين امنه، هما واحد السيده اللي كتاجر براسها وكتاجر بلحمهم وكتاجر بباهم وكتاجر بكل شيء. هي خرجات فشحال من مره كتقول لنا انا كندير الاثاره، كدير الاثاره. البارح خرجت البنت الصغيره لابسه غير لي سوتيان وخرجتها في الفيديو ماشي تا لايف، يعني مازال لايف نقولوا حقها راه واقيلا كيكون داكشي ما قدرتش كونترولي راسها. وكتزيد البنات كيضربوا فمهم وكتقول لهم خدموا، يعني دوك البنات ولاو في خطر، البنات مهم حياه ترزق، يعني ما خصهمش يبقاو مع وحده ماشي بلاصتها انها تكون ام، ماشي تصرف عقل هي اصلا غير مرتباهم هذه اولا، ثانيا ما خصش يكونوا عندها البنات، لان هي انسانه مريضه نفسانيا وحمقه وكتزيد البنات يخرجوا يديروا شي حوايج اللي كيضربوا بالمستقبل ديالهم وكيضربوا الام ديالهم وكيضربوا في راسهم، بحال كيشدوا راسهم كيديروا فيه. يعني هنا هي ما خصهاش تبقى حاضنه على دوك البنات، دوك البنات خصهم يمشيو لعند الام ديالهم، دوك البنات في خطر مع ديك السيده. هذيك السيده عقلوا عليا فين قلتها لكم، قد ما طال الزمان او قصار غتهز الفلوس، غتهز لي كارت بونكير، غتهز الادسنس وغتزيد صافي سالات المهمه ديالها. انا ما عمرني ما خرجت قلت عليها نصابه القنوات جابوا خبرها انها كانت كتنصب، وهذيك هي الحرفه ديالها قالوا الناس، وما عمرني ما خرجت قلتها، ولكن الطريقه اللي كدير دابا راه كتنصب على هاد العائله هادي. دفعت البنت وقالت لها كون كنتي فعلا بحال بناتك وكون كنتي فعلا هذوك بناتك تحضني عليهم وتقولي لها لا ما تخرجوش دابا في لايف، تسعف راسك اش كتقولي بنتي، ماشي تزيدها وتقول لها خدمي على راسك وتخلي البنت تبقى تغوت، وكتقول شنو كتقول في الفيديو، كتقول ماما ماما ماما، كتعرف سعاد امها ما مزيانهش ومهم اللي وصلتهم ومهم اللي دارت التهمه اللي قالت بعدا بواحد الحاجه السريعه راه خدمات سعاد خدمه واو. قالت لكم راه ماشي سعاد اللي دخل على قبلها، هو تعتقل مع الود، ماشي على ود سعاد وماشي على ود الزروالي، راه تعتقل على شي حاجه اكبر من هذا الشيء هذا، يعني هو عنده اخطاء فادحه بسبب هذه المسخوطه هذه ديال السريعه اللي مزيده قبيله البنت كتغوت في اللايف. البارح زيدتهم يسعاو، اليوم خرجت كتقول خدمي على راسك وكتسب الناس وكتقول العيالات المعات الحمارات حاشاكم، ولا كتسب في الناس اللي شرف منها العيالات الحرات اللي كيقولوا لا للعقوق. شنو قالوا هاد المتتبعين ديال سعاد؟ شنو دارت هاد سعاد ولا هاد المتتبعين ولا هاد الزروالي؟ تنقولوا لا للعقوق، الام خط احمر، كلنا الام كيف ما كانت، مغربيه مسلمه ماشي مسلمه، كلنا الام، الام خط احمر. وفي الاخر كخرجت بغات تطيح بهم، بغات تطيح بدوك الاولاد دوك الرجال، بغات تطيح بالزروالي، بغات تطيح بالخزان، بغات تطيح بالقنوات اللي مع سعاد كيدابزوا معاهم كيعلموا يقولوا كلنا القاصرات، كلنا القاصرات الا تعدوا عليهم طري لهم مخهم، حتى خرجوا كيضربوا في الام ديالهم، حتى صدقوا الناس كلهم كيهاجموهم على السخط وعلى العقوق. هنا ما غاديش نقولوا الام لا، وبكريشه راه كان كيخرج
كيهضر على القضاء كيسخر من القضاء. اما الزروال اللي حنا كنشوفوه من النهار اللي شفناه لدابا كيقول تحيه للقضاء وتحيه لبلادي وتحيه للمغرب وتحيه لسيدنا الله ينصرو، مع عمره ما خرج ضرب في القضاء. بكريشة كان كيسحب ليه اليوتيوب بحال كيهضر مع اختو ولا كيهضر مع امو في الدار، كيبقى غا فمو ما قال. اذا هنا خصو ياسومي، خصو يتحمل الاخطاء ديالو. اما اي حاجه مسحوها حنا في ديك السوعه راه ما يمكنش. ودابا كيقول لك قبيله حق القاصرات والقاصرات والقاصرات، واش هاد القاصرات هاد السيد ضربهم؟ واش هاد السيد خرج وعيرهم وشتمهم؟ ابدا، جا من واحد الام اللي مظلومه وحاول يوصل الصوت ديالها، بما ان قناته مليونيه وبما انه وقيل رئيس جمعيه شي حاجه ما عرفتش انا شنو، والله ما عارفه. المهم حاول انه يوصل الصوت ديال ديك الام. وهاد الام اللي دابا كيعيروها وكتقول لها قبيله وكتزيد فيها، واش امك تشلات ولا معطحت عليها يديها تبوش على عرق في الراس ومازال قبيله كتقولي ماما؟ شنو دارت هاد الام؟ انا ما فهمتش. كاينين حتى شي ناس متتبعين، انا كنحترم جميع الاراء، كيقول لك لا راه الام ما مزياناش، الام بنت الحرام. شنو دارت هاد الام؟ ممكن تكتبوا لي وتشرحوا لي شنو دارت هاد الام؟ انا كنشوف سعاد منها اللي عرفتها دابا عام وشي 3 شهور ولا 4، كنشوف على انها معمرها معمرها ما خرجات ضربت فيهم حتى كيضربوا فيها. ما فهمتش، راه ما كاينش اللي شتت هاد العائله قد هذيك السيده، وما كاينش اللي حطم هذيك العائله قد هذيك السيده. هذيك السيده انا راه ما كتجينيش، انا غير كنخرج نحلل ونناقش، راه ما عندي حتى شي حاجه معاها خاصه. او ولات كتقول لك لقات البنت الكبيره وباها كيف ما قالوا القنوات والطامة الكبرى لقاتهم. اجي نسولكم، كون كانت بنتها فعلا غتقدر تقول هاد الهضره هادي؟ ما غتقدرش، حيت قالت من بعد انها كدير الاثاره، ديري الاثاره ببنتك، تشوهي بنتك صافي. هذا هو الحب، كتبغيها بحال بنتك. عقلوا فين قلتها لكم، داكشي اللي جات على قبلو دارته. هو صيفطاتو لبلاصتو بالخطط الشيطانيه ديالها. سعاد شدات الفراش، راه تشلات ومرضات وسخفات وحالتها صافي، وصلت الهدف. البنات توسخت لهم السمعه ديالهم، ما كاينش اللي ما يدوش حداهم ويقول عليهم مسخوطات. شنو باقي ليها؟ باقي ليها كيف باقي خطوه وحده. ديك الهضره كل ديما كنقولها لكم، بقات حاجه وحده راه غتكون قريبا، غتدير فريسات وغتزيد، غتجمع الفلوس، غتجمع الادسنس، غتجمع كلشي وغتمشي في حالها صافي من الاخر من الاخر. ومن بعد غتخرج. عقلوا فين قلت لكم، انا هذا النداء للبنت الكبيره، البنت الكبيره، البنت الكبيره، ردي بالك ردي بالك ردي بالك. ملي ما طاحت في الركنه وملي باك مشى لبلاصتو، هذيك السيده غتجمع ما جمع وغتمشي وغتحل قناه، حيت كانت عندها قناه كل ما تزوج تزوج به. هو قال لي بفمه، قال لي راه كانت عندها قناه وما طالعش لها، قال لي وقال صديقتي مريم قال لك دارت قناه وحاولت تطلعها وما طلعتش ليها. دونك فاش غادي تمشي في حالها وتبدا حياه جديده شنو غدير؟ غتقول لكم ما تهضروش معايا، دوك الناس راه اكتشفت فيهم شي حوايج اللي خايبين، غتزيد تشوههم وصافي. جمعات الفلوس، جمعات كل شيء وغتمشي. شكون تشوه؟ تشوه البنات. شكون مرض؟ مرضت امهم. شكون مشى الحبس؟ مشى باهم. وهي الانانيه المريضه الخبيثه. ها الهضره اللي كنقول، ها الهضره اللي كنقول، احنا وصلنا عليها صافي صافي. يلا دابا راكي افرحي، يلا صافي قولي برافو. والدمعه ما طاحتش عليها، الدمعه الدمعه ما طاحت لهاش، والسيده واقفه فرحانه صيفطيه لبلاصتو. هيهات ثم هيهات، سحر لك السال الحساب. دابا تجي ساعتك كل جنوبتك، شتتي عائله كانوا عندهم مشاكلهم، ولكن ماشي هاد المشاكل هادي. خرجوا وقالك جرات عليهم ودارت ليهم وفعلت ليهم، ولكن كانت مشاكل عائليه ما بين مرا وراجل. جيتي باش تنقدي راسك من الوساخ وتزوجي، وقلتي انا هازه المشعل وغنجمع هاد العائله. وانا كنت كنقول لك لا، راه تصرفاتك غتشتت هاد العائله، وفعلا نهايه ماساويه. شتتيهم، خرجتي عليهم البنات، الصوره اكبر مسخوطات وعندهم انهيار عصبي الحالي وصلوا ليها، كتلعبي لهم بالمخ ديالهم. الام شدات الركنه طاحت
شلات عليها اليد وتبوش عليها العرق والرجل. المهم راكم شفتوا حالتها، والاب راه في بلاصتو، هذيك البلاصه اللي ما بغيو حتى حد. زيد خدم على راسك، كيسحب لك الخدمه 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 الخدمه، كل شيء خدمه. كنتمنى البنات يجمعوا راسهم، اكثر هي الكبيره مازال الصغيره، نقولوا الريح اللي جاي ديها وتعرف راسها راه غاده في الهاويه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. نبقى ما يتقال، سمحوا لي، سمحوا لي التعليق ديالكم كتهمني، دوخوني هاد الناس.